بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد انديل من صفحة وقناة سوفت تك. ان شاء الله النهاردة هنشرح البي اس بي جولد، وهو برنامج محاكي للبي اس بي، بيشغل كل العاب بي اس بي على الاندرويد. فاول حاجة انت بتنزل البرنامج، طبعا هحط لكم اللينك زي ما اتعودنا تحت الفيديو في الديسكريبشن. هندخل البرنامج عشان اوريكم الاعدادات بتاعته. البرنامج كالاتي، مفروض دي الصفحه اللي هتفتح عندك. طبعا انت بتحط اللعب على الميموري كارد على اي حاجه، المهم ان انت تدخل البرنامج تلاقي اللعبه مكان ما انت حطيتها. يعني انت مش محتاج تحط اللعبه على الفون ميموري فتاخد منك مساحه تبطئ لك الجهاز بعد كده. تمام. ادي اللعب اللي عندي. طبعا عندي God of War، طبعا في العاب كتير جدا، برضو هوريكوا ازاي تنزلوا الالعاب دي. اهم حاجة في الموضوع انك تعمل السيتنج زي ما ده عندي بالظبط، عشان تلاقي ان اللعبة شغالة باحسن جودة وما تهنكش معاك. تمام. في عندك الريندرنج مود، ودول الحاجتين بتوعهم، وفي الفريم ريت كنترول، ده كل حاجة عنه. فيتشرز الحاجات دي، طبعا بتوقف الفيديو وتشوف ال السيتنج بتاعتها وتعمل نفس السيتنج. تمام. همشي لك المقطع بتاع بالراحة عشان تقدر تشوف. ده بالنسبة للجرافيكس، كل ده الجرافيكس. تمام. نخش على الاوديو، ده الاوديو، وبعدين الكنترولز، والسيستم النتوركينج ما فيهاش حاجه تقريبا. في السيستم هتدخل على الديفلوبر مود وتتاكد انك عامل كل دول زي ما هما. تمام. ده السيستم، رجعنا السيستم تاني بس كده. كده تمام، انت عملت السيتنج كلها. تمام. ما فضلش غير انك تدور على اللعبة الموجودة عندك عشان تلعبها. هوريك طبعا ازاي تنزل العاب، في العاب كتير جدا. على سبيل المثال انا عندي God of War، زي ما انت شايف اللعبة تقريبا شغالة كويس. هي الى حد ما هتكون بطيئة شوية لان اللعبة تقيلة، لكن احنا بنحاول نوصل لأسهل حاجة او اسرع حاجة نقدر نلعبها عليها. اهلا بكم تاني، وان شاء الله هوريكم ازاي تنزلوا العاب البي اس بي من موقع بسيط جدا اسمه psbshare.org. تمام. الموقع عليه العاب كتير جدا جدا جدا. طبعا انت لو عارف لعبة او اسم لعبة هتكتب هنا في سيرش مثلا اسم اللعبة. لو بتحاول تشوف لو عجبتك لعبة بتدور الالعاب اللي هتعجبك. طبعا الجيمز الموجودة عندك هنا 809، طبعا الرقم ده قابل للزيادة لان هو بيتعمل له ابديت كل شوية.
تمام. في لعب كتير جدا جدا جدا، يعني عالم تاني من الألعاب. مثلا لو عجبتك أي لعبة فبتخش هتلاقي هنا continue to download. بيجيب لك كل الانفورميشن عن اللعبة والصور بتاعتها. ادي لينك التحميل. بنخش اللينك الأسهل، أو لو تعرف مثلا لينك فيهم أسهل وأسرع ممكن تحمل منه على طول. هندخل على ده، أنا معرفوش بس ادينا هنشوف. الأسئلة السخيفة بتاعت كل موقع. تمام جدا، هتدوس تحميل، هيبدأ يحمل معاك. تمام، يبدأ التحميل عادي جدا وسرعته كويسة لحد ما. تمام، ووريتكم ازاي تشغلوا الألعاب. كان معاكم أحمد قنديل من صفحة وقناة سوفتك. ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو. يا رب يكون عجبكم، وتفرجوا كمان على الفيديوهات اللي فاتت. شكرا، السلام عليكم.